هلا والله حبايبي، كيف حالك؟ وان شاء الله تكونوا بألفين. معنا مع مين؟ واخيرا التقينا جد. I miss you so much. ودائما سبحان الله لما التقي فيها هيك احس بطاقه ايجابيه. انا اكثر والله العظيم جد، احس كيف سعاده، احس كيف صديقتي. انا ما عندي صديقات كثير. واخيرا اليوم رح نسوي تشالنج كثير ممتع، كثير منكم طلبوه مني. تشالنج يعني فيه اكل كثير، همبرجر وفرنش فرايز. رح نسوي تحدي السياره اللي قدامنا تحدد اكلنا بالضبط. فاليوم رح يكون تشالنج كثير صعب. الله يسر. جد انا خايفه بس يطلبوا اللحم. لا تطلبوا اللحم. ما تحبين اللحم؟ انا ما اقدر اكل لحم. اوكي، يمكن الاكل يطلع طيب او مو طيب. شرير. امزح. اوكي، المهم ان الحين احنا راح نصور وجبتين او مطعمين هنا على قناة ميمي. ايوه، والقناة الوجبتين الثانيات اللي راح ناكلهم على قناتي. فروحوا سووا لها سبسكرايب وروحوا شوفوا الفيديو عشان هو التتمة لهذا الفيديو. اوكي، نهاية الفيديو حتكون عندي في قناتي. خلينا نوصل هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات لو حبيتوا. لايكات. اوكي جايز، قربنا للمطعم ورح نطلب اول وجبه. او ماي جاد، ام سوبر اكسايتد. الله يستر. انا خايفه بس شوي. انا كمان خايفه بس متحمسه للاكل. ايه كثير متحمسه. ويس. اوكي. الحين جايز وصلنا لماكدونالدز ورح نطلب. Hello, good afternoon. I would like to order. The last customer ordered. Last customer order? Yes. You want to order that one? Yes. I don't have to know anything. Just give me the order. Okay. That's a meal? I don't have to know. Okay. Thank you. This is the order. Must do my. Okay. Just give me the order. Just how much? That's it. Okay, mom. Oh my God. Yeah, ما فهمت. الحين بناكل. صراحة مرة متحمسة للأكل. وأنا كتير جوعانة. إن شاء الله دجاج. ما أكلت ولا شيء. هي قالت شيء برجر ما اعرف شنو، بس انا المهم كنت اقاطعها واقول لها خلاص ما تقولي لي شيء. ايوه يا لا 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 تقولي لي. او ماي جاد، اتوقع انهم راح يعرفوا انه تشالنج لانه في كثير ناس سووه قبل. يا ترى كثير سووه. اوكي يلا. الرطوبه شعري. او ماي جاد، بس يلا. دعاية. لازم له أكل. ميمي حبيبتي واضح ما أكلتي، تعبانة. والله ما أكلت ولا شيء عن جد. إن شاء الله يكون كثير مش بس واحدة، لأن بتضارب معك على الوحدة. في أربعة أشخاص بالسيارة على فكرة. الماوريتس، في لوفان، وإحنا. We are hungry. How are you? We are hungry. أنا جعان لكن. على الطلب اللي الحين سمعته بدون ما بقول لهم ايش الطلب، بس سمعته. ما باكل، هم ياكلون. صارت لخبطه حتى بالاوردر. كيف مي ذا 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 حلو والله. كله ايس كريم. اوكي خلاص راح نبلش بالديزرت. اصلا عادي مره. فين وشو؟ في لا في والله شيء. جود في. استنى خلينا بشوف. ما في يمي 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 يمي. فرنش فرايز ايس كريم وفرنش فرايز وايش كمان؟ برجر في برجر. اوكي في برجر. تشيكن برجر. تشيكن برجر. وكمان هذا ماك فلوري صح؟ ماك فلوري. الايس كريم برجر. وبس وان برجر. بيف باي. نو لازم والله لازم توك هذا تشالنج. شريره والله شريره. لا 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 لازم. انا الايس كريم. شو هو التحدي اصلا؟ انه الناس هم اللي راح يقرروا ايش راح تاكلي. اوكي انا باكل من جهه وانت بتاكلي من جهه. خلاص. يعني طعمه غريب مش حلو. طعمه سكر. لانك تحبي طبعا. لا والله ما احب كثير البرجر، بس يعني ايش ديفرنت. ما احب هدول. شو اسمهم بالعربي ما اعرف. المخلل. المخلل يامي. الايس كريم علاج ايس كريم في الحياه. يامي بعرف يعني على حسب اللي راح يطلع لنا، بس اليوم بين من اول. من اوله. تحسين ايش تروح بعد ناكل؟ احسن انه نشوف مطعم على البرجرز. يامي الايس كريم جاء في وقته، بس يعني لو قبله وجبه ثقيله احلى. محظوظه اليوم لان نجود ما بتاكل لحم. اكلتها كامله. بتاكل دجاج. Guys, وصلنا للمطعم الثاني. نمبر 2. Hello, good afternoon. How are you?
good. I would like to order what the last customer ordered. It's a challenge. It's a YouTube challenge. Okay. Say hi. So we wanna order something that the last customer ordered. Just give the same order. What we're going to get, just the same thing. Okay. Okay. Even it's we don't care. We don't care. I know it's crazy, order. But we don't care. We just wanna have that. How many? Just one. Just one. The last. The same order. The okay. Same order. Exactly. Okay. Yeah? Thank you very much. You're مش مستعمل الحين. لا لا في ناس كتير ما راح يستعمل يعني أنت مجنونة. ننتظر الأكل الحين. إن شاء الله الأكل يكون لذيذ. حمسة شكل المكان حلو أصلاً. بس لو بالليل بيكون أجمل. صورنا كم صورة جميلة فتابعونا كمان على إنستغرام. حطكم إنستغراماتنا هنا. خلينا نشوف الصور. نشوفهم صورنا. بس يعني الحر. Oh my god. جد. أنا خلاص مكياجي داب من الحر. Cute. I like it. Yeah, it's nice. كلهم كلهم حلوين حلوين لأنه ما شاء الله في طاقة طاقة إيجابية لما تكون في طاقة إيجابية كل شيء يكون حلو عن جد والله بس لو سمحتي ليش هذول جلسوا روحي قولي لهم حر ما أعرف هاي بإيش فيه oh my god guys شوفوا حرام جلسوا بالحر شوفوا مساكين جالسين بالحر راح يطلبوا شيء oh my god مصيبة إذا طلبوا شيء حار والأكل صار جاهز Thank you so much Okay, I don't have to know anything Thank you حبيت أقول لك ميم إنه كيوت كثير الأكل أهم شيء قال الطلب كامل وخلص إيه كان الطلب كامل وأنا قاعدة أقول لهم خلاص بليز ما تقولوا لي بس ما يسمعون أصلا عادي Okay, thank you very much Okay, خلاص Oh my god Oh my god What's this? خلاص طلعيني الأكل هذا هذا العكس الأكل اللي قبل شوي لا إليك يا ميمي Oh my god شنو هذا؟ بليز ميمي سامحيني بس لا الله يخليك لا لا لازم لازم والله لازم Oh my god what's this؟ بيض وإيش؟ وليش أنا أول واحد؟ اكتشفي اكتشفي على الأقل اكتشفي اكتشفي شنو هو الأكل ما تحب What the heck? What is this? صور كرواسون ايش هذا كرواسون بالتشيز مع التركي ما اقدر اكل هذا يلا يا جماعه الخير هذا يلا هو حبيبتي عجبني انه ما عجبني هذا الشخص صحي كثير صراحه يلا كلي قدامي بسرعه وانت كمان يلا اوكي بس انا كثير دسم هذا كمان دسم اوكي الحمد لله اني ما اخذت هذا لاني ما اقدر اكل جد الكرواسون مع التركي لا علاقه انا ما احب هذا الكومبينيشن اصلا والله لذيذ جد لذيذ كذابه والله العظيم بدها تخليني اكل كل شيء والله يامي انت ذوقي هذا لذيذ لذيذ انا مش موجوده اصلا هنا في ما في درينكس ما في ما طلب شيء بس طلب هالاشياء ليش؟ طب ذوقي ميمي والله لذيذ حدوقي بس انت كمان دوكي ميمي لا لا والله الحين انت اكلتي كل هاللقمه مش ضروري تاكلين كل شيء This is good كيوت يا هذا حلو What is this اخر سادر لا بريوش What do you take in that one ما بعرف سادر لا بريوش المهم في بيض في احس خبصه سبايسي صوص هذا حلو هذا ممكن اكله هذا لذيذ ايه هذا لذيذ هذا ممكن ميمي تاكله كامل عينك ابدا ما تبغى تعطيهم اوكي حاعطي المارس كمان عشان خلنا نجرب هذا خلنا نشوف قولوا فانا حيجرب الكرواسون اوه كبيرة ها كبيرة ها في وايبس انا بستخدمه I thought it was burger No it's not a burger ما في برجر Do you like it? حلوة وانت؟ حلوة عادية ايش هي؟ اوكي حبيت اوه واو انا ما حبيت صراحه حسيت ما لهم دخل في بعض حبيت شيء انا وياها وهم ما حبوا والشيء اللي ما حبيناه استانسوا عليه سبحان الله يعني أدوك هنا في واحد انت ما تاكلي ما تجربي لازم تجربي جربت اكلتها كامله اوكي عضيت بعد عظيمه كذا فيها اكل كثير على انه انا ما احب هاي الاشياء ابدا انا اكلي كثير محدود يعني اشياء احبها اموت عليها وما تجيب لنا بعد شيء زياده لا خلاص خلصنا الحين صار وقت
نجود هي اللي راح تاخذنا بجولة دبي وكمان راح تورينا مطاعم يوم يامي اتوقع يوم يامي بس ما ادري الطلب ما اعرف يوصل يوم يامي ولا لا يا يا ما نعرف عن جد صراحه عن جد صراحه اعرف ليش صرت اتكلم من الاكل يا اكلتي او ماي جاد التشالنج لساته مستمر راح يستمر على قناه نجود وانا صراحه كثير متحمسه عشان اشوف ايش هذا التشالنج حابيننا كاكل اليوم يا جربنا اشياء ما يعني انا ما افضلها مثلا وهي احيانا في بعض الاشياء جربتها انت جربتي كل شيء تحبي انا صراحه ما عندي يعني في اشياء ما عندها مشكله بس مع الاكل بشكل عام احب الاكل يعني ممكن اكل اي شيء مثلا ما اقول ما اكل دجاج او ما اكل لحم انا عندي مشاكل كثيره اكل لحم كنت اشاش اكل هادي ترى جد والله مش انك كيوت وما اعرف شو انا لا 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 بمزح فايا فالحين رح نشوف المطعم الثاني مع نجود stay tuned بنيتها بمي عقب مش خواكي